الآن محمد تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. امبارح لانا ولين كانوا معزومين لبيت اليوتيوبر غيث مروان، ووضحت لانا انه انتشر لهم مقطع على تيك توك. كان هذا المقطع عم يحكي انه لانا ولين طردوهم من حفل تامر حسني، وردت لانا انه هذا الخبر مو صحيح. كيفكم؟ كيف شايفين؟ لا صباح الخير، لانه انا عن جد من شوي فقت، يعني ما صار لي زمان شوية. يوم لبست هيك شيء، شو احلاها؟ لبست هيك شيء بسيط خفيف، حتى الميك اب جدا خفيف، ما حطيت شيء حتى البرايمر ولا شيء، لانه اليوم لين عندي تصوير انا راح اكون المرافق الشخصي، فانه انا بدي اكون شو يعني انه خلف الكاميرا.